شكرا لزميلي أمير هشام، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. دلوقتي هيكون معنا مع فقرة السوشيال ميديا، ونبدأ بسؤال حلقة النهاردة: إيه أحلى ماتش اتفرجت عليه في كأس الأمم الإفريقية لحد دلوقتي؟ تقدروا تشاركوا معنا على صفحة قناة النادي الأهلي على فيسبوك والحساب الرسمي للقناة على تويتر وإنستجرام. ونروح دلوقتي لجولة لأهم اللي اتكتب على السوشيال ميديا، ونبدأ بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي اللي أحيت ذكرى رحيل الكابتن طارق سليم على فيسبوك وكتبت: تحل اليوم الذكرى الثالثة على رحيل أسطورتنا كابتن طارق سليم، لن ننساك. ونشر كمان محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على حسابه الخاص على فيسبوك صورة مع الكابتن الراحل طارق سليم وكتب: ذكرى رحيل كابتن طارق سليم رحمة الله عليه، لو مش هتموتوا نفسكم علشان خاطر الأهلي يبقى أنتم ما تستهلوش تقعدوا جوه النادي ثانية واحدة. طارق سليم. ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر مجموعة صور للاعبي الأهلي من معسكر إسبانيا وكتب: هكذا هي روح الفريق هنا، هكذا هو الأهلي. ونشر أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي على حسابه على انستجرام صورة تجمعه مع باسم علي وجيرالدو وجونيور أجايي من معسكر الأهلي في إسبانيا. ونشر كمان اللاعب حسين السيد على انستجرام مجموعة صور مع لاعبي الأهلي من معسكر إسبانيا. ونروح لكان 2019 ونبدأ بالحساب الرسمي للكاف على تويتر اللي نشر صورة للاعبي تونس ونيجيريا وكتب: نحن نقع ونرتقي مرة أخرى لأن هناك شيئا ما ينتظرنا دائما لتحقيقه. ونشرت صفحة يلا كورة على تويتر صورة لأكثر الحراس تصديا للكرة وكتبوا: الشناوي الأفضل رغم الخروج من المبكر من كأس الأمم الإفريقية، وتصدر الشناوي قائمة الحراس الأكثر تصديا للكرة ب 16 كرة، يليه معز حسن حارس مرمى منتخب تونس ب 15 كرة. ونشرت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا على فيسبوك صورة لساديو ماني وكتبت: أسد التيرانجا. أما اللاعب الجزائري رياض محرز فنشر صورة على انستجرام صورة له بعد إحرازه هدف الفوز لمحاربي الصحراء في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية. ونشر كمان اللاعب آدم أناس لاعب المنتخب الجزائري على انستجرام صورة مع الفريق من احتفالهم بالفوز في مباراة نصف النهائي من كان 2019، وعلق عليها وقال: الغضب للهزيمة. ونشر الحساب الرسمي لنادي قاسم باشا التركي على تويتر صورة لمحمود حسن تريزيجي وكتب: عاد اللاعب ليبدأ العمل معنا بعد أمم إفريقيا. ونروح للسوشيال ميديا العالمية، ونبدأ بالحساب الرسمي للفيفا بالعربي على تويتر اللي احتفلت بعيد ميلاد لاعب ريال مدريد وجارس بيل وكتبت: 4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس العالم للأندية، عيد ميلاد سعيد جارس بيل، يتم 30 سنة اليوم. ونشرت صفحة بلاتشر فوتبول على انستجرام فيديو لمارسيلو تدريبات ريال مدريد وكتبت: لمسة مارسيلو الكلاسيكية. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على تويتر صور من تدريبات ريال مدريد وعلقوا عليها وقالوا: من سيكون الرجل الأساسي لمدريد موسم 2019-2020؟ أما صفحة في الجول فنشرت على انستجرام إحصائيات لجريزمان وهازارد وعلقوا عليها: صفقات من العيار الثقيل لبرشلونة وريال مدريد حتى الآن، لكن بالطبع هازارد وجريزمان هم الأبرز، إليكم ما فعلاه الموسم السابق وبرأيك أيهما سيفيد فريقه بشكل أكبر؟ ونشر اللاعب رامسي على تويتر صورة انضمامه لنادي يوفنتوس الإيطالي وكتب: وهكذا تبدأ. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان على فيسبوك
مجموعة صور للاعبي الفريق أثناء سفرهم لمعسكر الإعداد للموسم الجديد، وكتبت: الرحلة الأولى للموسم الجديد. أما صفحة بلاتشر فوتبول فنشرت على فيسبوك صور للاعب البرازيلي رونالدينيو، وكتبت: هذا اليوم من 11 سنة رونالدينيو كان يستعد للانضمام لنادي إيسي ميلان. دي كانت آخر حاجة النهاردة معنا، ودلوقتي نطلع لفاصل قصير ونرجع مع زميلي أمير هشام مع ضيفه الأستاذ إيهاب الجنيدي، ناقد رياضي بموقع جريدة آس الإسبانية.